أعزائي المشاهدين، سيداتي أنساتي سادتي وسادتي، مساء طابت جلستكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أن ألقاكم من خلال قناة فتية، من خلال قناة شبابية. أسعد أن ألقاكم من خلال الجزائر أنوان، قناة الشباب والأسرة. أيضا أسعد أن أكون معكم من خلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، أعده الله علينا وعلى أمتنا الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها بالخير، باليمن، بالبركة، بالصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أعزائي المشاهدين، صحبت لكم، راح نسهر معكم سهرة جزائرية، راح نسهر معكم ضمن عاداتنا وتقاليدنا في شهر رمضان. صحيح أن هذا الشهر هو شهر للصيام، للعبادة، لكن هذا ما يمنعناش باش نعطوله لمسة فنية، لمسة جمالية لهذا الشهر الجميل. والجميل أيضا أن تكون معي الليلة واحدة من سيدات الطبخ والحلويات في الجزائر، راح تعطينا لمسة جمالية في عالم حلويات رمضان والطبخ أيضا. أسعد بلقائكم، أن أستقبل السيدة نوال ويحيى. صحة فطورك. الله يسلمك، شكرا، كل عام وانت بخير. سعيد جدا أن أتقاسم معك الليلة هذا البلاتو الجميل اللي راح تزيدي له أنت يا جمال وأناقة بهذا اللباس التقليدي الجميل. صحة رمضانك. الله يسلمك، كل عام وأنت بخير. شكرا للأخ مراد، وشكر كل اللي راهم يشاهدوا فينا ويتابعوا قناتنا، قناة الجزائر أنوان. وبهذه المناسبة نقول لكم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. شكرا. إذا احنا دائما تعودنا على أن العادات والتقاليد دائما يحافظوا عليهم الناس الكبار، الناس كبار السن، لكن برنامجنا بما أننا في قناة شبابية عندنا شابة هي أيضا تحافظ على العادات والتقاليد في رمضان، راح تكون معنا من خلال هذه السهرة الرمضانية. أرحب بالأنسة ليندا. صحة فطورك، رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. تفضلي ليندا. مرحبا. الله يسلمك. اذا هكذا هو يكون برنامجنا. صح رمضانك. الله يسلمك. صح فطورك. صح فطوركم. سيدة نوال، طبعا بما اننا في شهر رمضان وبرنامجنا هو مسك السحور، راح نتسحر في نهاية هذه السهرة، لكن البلاطو يزينوا جمال حلويات التقليدية الجزائرية، المعسل حاضر معنا بقوة في هذه السهرة، هكذا سيدة نوال؟ أكيد، احنا من عاداتنا وتقاليدنا أنه كل سهرات رمضان لا تخلو من الحلويات تكون معسلة، هكذا دائما نستفالوا بخير دخلة رمضان، أيامات رمضان، وإن شاء الله نجوزه بالصحة والهنا. شكون معنا اليوم اللي يزين الطاولة بالحلويات؟ حرايد الجزائر كتار، واليوم راهم متواجدين معنا سيدة فتيحة من تيبازا، وعندنا تاني ناديا جاتو. ناديا جاتو، وبيان سور ما ننساوش لي سالي ولا الحاجة المالحة اللي دايما نخدموا بها مسك السحور، اللي هو سحور أكيد الشيف نورا اللي معروفة واللي دايما تراديسيونيل تعطي له حقه. نورا، سيدة نورا هني راح تزيننا الطاولة تاعنا. السيدة فاتحة متيفازا جابت لنا حلويات لذيذة جدا، والسيدة نادية جاتو أيضا راح نبدأ بها لأننا نشوف قلب اللوز هذا من صنعها، والقطايف، القطايف اللي يكون دائما حاضر بقوة في رمضان. شاهيناكم في الجنة إن شاء الله أعزائي المشاهدين، بقوا معنا، تابعونا من خلال هذه السهرة. نعود نرجعوا لليندا اللي هي كلها أناقة الليلة. سيد ليندا، الأنسة ليندا، احنا عرفنا ان دائما ان الناس الكبار هما اللي حافظوا على العادات والتقاليد تاعنا. اليوم احنا جبناك باش نعرفوا، بما اننا في بدايه رمضان يعني الايام الاولى من هذا الشهر رمضان، نعرف ان دائما الطفل، لما الطفل ولا الطفله لما يصوم الاول مره، كاين عادات وتقاليد نقدموها له باش نحتفل به، باش نفرحوه، باش كيش يقولوا باش نحفزوه على انه يصوم. ممكن تقولي لنا هذا؟ طبعا اكيد، لانه هذه الطقوس تختلف من منطقه الى اخرى. مثلا احنا عندنا في العاصمه يعني في وسط الجزائر، بكري كانوا الناس في القصبة كيصوم عندهم الطفل ولا الطفلة لأول مرة،
نهضروا قبل على الطفل كانوا يجهزوا له الشربات، وكي نقول الشربات ماشي هي الشربات اللي تتباع في المحلات دوكا، اللي هي كانوا يجهزوها بالماء زهر والماء والسكر وقرفه، وكاين اللي يديروا قارص كاين اللي ما يديروش، ويغليوا له حبه تاع البيض. كي يجي وقت الفطور يطلعوا هذاك الولد للسطح، وبيان سور يكونوا معاه اطفال واحد اخرين. لما تقولي السطح، لما تقولي السطح اكيد مرمز القصبه، لان السطح اكيد لكن نعم دوكا كاين يعني منازل فيهم سطح، ولا ما كانش سطح يديروا سطاره يعني في البالكون. فبمجرد انه يؤذن يعطيو له كسر الصيام بهذاك الكاس تاع الشربات وياكل الحبه تاع البيض، باسكو بكري في القصبه ما كانش عندهم امكانيات باش يوفروا حاجه واحده اخرى من غير البيض. اما بالنسبه للبنت فقبل المغرب يعطيو لها. سمحي لي ليندا، كاين فرق بين طفله وطفل؟ يعني في حاجه واحده، انه قبل المغرب يعطيو لها قفيفه صغيره وجوز بها على الديار على الجارات، وكل جاره تمد لها حاجه فاكهه حبه شوكولا، يعني المهم تمد لها فاكهه حاجه حلوه اكيد. ومن بعد يطلعوها للسطح بنفس الطريقه تكسر صيامها كيما الولد، ومن بعد تاكل واش عطاو لها من هذيك القفه. نوال عشتي انت هذا عشتها يعني ولا جيران؟ اكيد عشناها، وكانت ايام ما تتنساش، ودائما يعني دوكا باني جده دائما حبيت ودرتها ثاني لبنات بناتي. نفس الشيء كما تقول نفس الشيء الشربات. نفس يعني الطريقه اللي درتها اللي داروها لي انا نهار كنت صغيره عاود درتها لبنات بناتي. بما اننا دائما نقولوا اننا الان وصلنا لعصر الانترنت وعصر يعني كل واحد في الغرفه نتاعو وحده، كل واحد بجهاز التلفزيون نتاعو، هل هذه العادات ما زالت؟ اكيد انا يعني نحكي تجربتي الشخصيه داروها لي كي كنت صغيره يعني انت، لكن الان هل مازالها الان؟ كاين عائلات مازالهم يديروها التقاليد، وصادف يعني كل عائله، وكاين يتوارثوها عبر الاجداد، وكاين بصح يعني الاغلبيه تاعهم مازالهم كاين ايضا هذا لما يكسر الصيام راح يكسر. والفطور كيفاش راح يكون؟ هل يطيبوا له مثلا حاجه يحبها؟ بمعنى الطفل دائما يحبوا اون كات لونفون، يجهزوا له الطبله من كاع الاطباق اللي يحبهم طبعا وفق الامكانيات تاع كل عائله باش يحفزوه على الصيام. وكاين في مناطق اخرى كما منطقه القبائل مثلا يديروا الحليب في بلاصة الشربات ويحطوا فيها قطعة من الفضة داخل هذاك اللي يكسر بهم الصيام، ويطلعوه فوق السطح وما ديورهم قرمود. هذه كيما البقالة تقريبا تقريبا يطلعوه فوق القرمود. كاين مناطق في القبائل يطلعوا الطفلة والولد فوق القرمود، ومناطق أخرى لا، يقول لك الولد يطلعوه فوق الأخر، لكن الطفلة بالحرمة والحشمة تفطر مع العائلة تاعها في الداخل. إذا تكلمنا لما يكسروا الصيام لما يفطروا وأكيد رايحين يعملوا لهم سهرة، أكيد كأنها عرس. كأنها عرس. نحكي لكم تجربتي الشخصية أنا. يلا. مر ما كسرت صيامي وكامل، كانت ميمه الله يرحمها دارت لي سهره وحطوني اول مره نقعد في وسط النساء كبارات، انه الاطفال ما يقعدوش مع الكبار، وداروا لاتاي ومختلف الحلويات وقعدوني ولبسوا لي كراك واش كان تقليدي. نعم اكيد. وحطوا لي مخده تحت رجلي يعني باش يحسوا هذاك الطفل بلي راهو في 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 سهره ماشي كيما الاخرين، يعني يحس روحو سبيسيال كما نقولوا، ويقولوا له صيام الملوك كانهم صيام الملوك. جميل جدا اننا نحافظ على هذه التقاليد حتى نورثها للاجيال القادمه. ليندا شرفتينا في بداية هذه السهرة وفي هذا العدد، هكذا باش نبقاو نحافظوا دائما على عاداتنا وتقاليدنا. أما أنتم أعزائي المشاهدين، سيداتي أنساتي سادتي، أبقوا معنا، لازالت عدة مفاجآت في سهرة الليلة. سيداتي نساتي سادتي، دائما من خلال هذه السهرة الرمضانية المباركة دائما مسك السحور. نوال، طبعا اللمسة السحرية، لمسة الأناقة والجمال لابد باش تكون في برنامجنا هذا. أكيد الجمال والأناقة كل ما يكون حاضر فيهم مراد تكون حاضرة. واليوم لمسة ألي أم عزيزة من بجراح اللي دارت تسريحة جديدة كوريك، يعني تسريحة تاع 2023، وأكيد اللباس التقليدي العاصمي ومن ربوع الوطن حاضر تاني مع صنعة بلادي يزيد.
قدم لنا وراح يقدم لنا تحف جميله جدا اليوم من خلال هذا العرض الازياء. اذا الاناقه تكتمل في تسريحه الشعر للسيده عزيزه من بن جراح. على انغام الموسيقى الجزائريه نستقبل الحسنوات ضمن عرض للازياء. شكرا اسماء، بارك الله فيك، رمضان كريم، كل عام وانت بخير ان شاء الله، شرفتينا بحضورك. شكرا ليك مراد، شكرا وصحة فطور كامل الناس اللي يشوفوا فينا، شكرا على الاستضافة الجميلة ولدين في المستوى وشي ماشي جديد عليك. طبعا اليوم راح تزيد لنا أناقة على البلاطو، راح تدير لنا إضافة اليوم بلاطو، اليوم راح تبقى معنا طيلة هذه السهرة، وراح نوجه لك دعوة باش تتسحري معنا في مسك السحور. ان شاء الله يا رب العالمين، متاكده راح يكون سحور ممتاز لانه بحضور مراد. حضور الجميع اكيد طبعا طبعا. لا لانه مراد هو صديقي يعني. هذا الشيء اللي قلت مراد، شكرا لكم بالتوفيق. تفضلي، تشرفتينا بحضورك، تفضلي. دائما نسعد بلقائكم، دائما مع هذه الحسنوات، دائما مع الأناقة الحاضرة معنا كما شفتوا، حسنوات الجزائر وأيضا شباب الجزائر حاضر معنا بهذا اللباس التقليدي الجميل. قلنا أن اللباس التقليدي اليوم هو لصنعة بلادي ليزيد بالجزائر العاصمة، أما الحلاقة فهي للسيدة عزيزة من باش جراح. فضلي شكرا، بارك الله فيك، حين نعود ونرجع لهم بعد قليل بلباس آخر.
نستقبل مرة أخرى أسماء جرمون. أسماء، هذه أغنية جديدة سمعناها؟ هذه آخر ما سجلت مع الفنان عمر خليفي، عملنا تكريم للمرحوم عيسى الجرموني. أكيد هي أغنية معروفة، كما نقول إحنا شيدوفغ اللي كما قال في تراثنا الشاوي راسخ ومعروف. أتمنى إن شاء الله كنت عند حسن ظنكم إن شاء الله. الكثير اللي يربط اسم أسماء جرمون بعيسى الجرموني، هي مع أنه يعني ما كانش قرابة بيناتنا، هو عيسى المرزوقي الحركاتي، ولكن على حسب وش حكاو، لان في عين البيضاء في ام بواقي نحيي كامل الشاويه في هذه السهره الجميله، قال لك انه القايد هذاك الوقت كان جرمون، يعني القايد كان باش كبر به دار عيسى المرزوقي الحركاتي عطلو اسمه جرموني على القافيه. ولحسن حظي الناس شدوا عيسى الجرموني فقط. اليوم في برنامجنا، برنامج مسك سحور، اليوم في هذه السهره في قناه شبابيه فتيه، شكون استقبلنا؟ هل استقبلنا الفنانة أسماء جرمون، ولا عروسة الأغنية الجزائرية، ولا أم العيال؟ شكون انت؟ شوف، أهم شيء أنه والله صدقوني كل مشاهدين، مستحيل تلقوا أحسن من مراد زي باش يعني يلقى ألقاب. يعني شكرا شكرا الله، كما نقولوا بالعامية الله يكبر شانك. هي نقول لك هما الثلاثة هما هنا موجودين، أسماء في الغناء، أسماء في التمثيل، وأهمهم أسماء الأم. وهذه الطلة الجميلة اليوم شكون لمست تاع من؟ شوف، هي الطلة طلتي أكيد 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 هي طلة أسماء جرمون، ولكن صدقني اللمسة الجميلة الشوية من عند نزيها، يعني أبيوز نزنز اللي نقولها نز. شكرا نعم. شكرا على كل حال نزيها نزنز، عندنا أعمالها اليدوية راه موجودين معنا، بعد قليل إبراهيم راح ياخذ لنا. كاين شي نقول لك مورال، أنه كاين واحد الرائحة فواحة من عند صخاب، هذا من صخاب منعشة جميلة، يعني حتى الرائحة اللي عملتها أنا حذفت، يعني قعدت غير ريحته. شكرا نزيها، أي أن غون برافو، يعني هذا من اجتهادها الخاص نقول. وبالنسبة للتزيين المكياج، اذا نقول لك هاد الانامل الجميله والسحريه، يعني اللي عملت لي هذا الميك اب يعطيها الصحه، الي ام عزيزة الصحة، هي وكل الفريق تاعها، يعني صدقني عملوا اجتهاد ويعطيهم الصحة شكرا، مع انه انا شابة يعني شوية بس حيت زاد والله. شوفوا السيد، شوفوا الشيف نوال. نوال ايضا انت اليوم عادة دائما المشاهد يشوفك شاف دائما في الاخر، اليوم طلتك باهية. اكيد دائما نقولها ونعاودها، وين يكون مراد تكون والله قلتوا عليا خير. انا ماشي من عوايدي نحب يعني لي توني تراديسيونيل، نلبسهم بوكو بلوس غير في لي فات، يعني ولي فات يكون احنا عارفين اليوم فرح اننا نتلاقى المشاهدين. خليتني نطلع على المشاهدين، خليتني نطلع على الشعب الجزائري اللي يشوف قناه الجزائر انوان، بالتراث، بالاصاله، هذيك يعني اللمسه اللي الناس تحبها، خاصه في رمضان وفي السهرات، وما بهم يعني هذه الحصه راهي حصه مسك السحور، لازم تكون فيها ثاني ريحه. في احلى حله نوال، ان شاء الله يهنيك. حتى انت ما شاء الله الدخله تاعك كانت دخله يعني الف ليله وليله، ألف ليلة وليلة. وانا نحب نوال على بالك، شكرا. على كل حال مادام تكلمنا على مسك السحور، وضعنا ضيوفنا كلهم راح نعدوا مع السحور، قبل السحور لازم في السهر لازم تكون هكذا اتيات، قهوه، مشروبات والحلويات التقليديه الجزائريه المعسله هكذا. اكيد لازم تكون حاضره. نبداو بسيده، سيده فاتحه. سيده فاتحه من تيبازا هي تتفضل معنا. قبل كده سيده فاتحه تفضلي معنا. نرحب بالسيدة فاتحة من تيبازا. نوال، السيدة فاتحة هي عضوة في الجمعية، هي عضوة في الجمعية الأيادي الذهبية، وأخت وصديقة وزميلة اللي نحبها بزاف، وبما أنه سهرة رمضان ومسك السحور لازم المسك هو أنت والعبر هما. الله يخليك. صح رمضان، كل عام وأنت بخير. صح رمضانك نوال، وكل عام وانتي بخير ان شاء الله، وتصوموا بالصحة ولهنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وسام كيزيك. الله يعيشك. الوغ كما فاتحة على بالنا باللي دائما سهرة رمضان يكونوا فيها المعسل، الحلويات البنينة اللي تشهي، اللي دائما ما تخطيش الميدة تاعنا. ماذا بيا نعرف واش جبتي اليوم؟ اليوم جبت البقلاوة
دابيتيد ما يديروش بقلاوه في الليل، بصح كيكون سهره ولا حفله يجوا لحباب ولا نوجدوا البقلاوه. مي درتي اليوم دو موديل تاع بقلاوه؟ فوالا درت بقلاوه لا نورمال تقليدي اللي نعرفوها كامل. فوالا درت بقلاوه تيرك وغريك اون ميم طون. داكور سي تون بات بات غريك اللي ما يعرفش هي. واش هي المميزه تاعها؟ الحاجه اللي مميزه فيها احنا كنا نديروها زمان، مي انا نشوف الاونه الاخيره الناس راهي تعاود تولي اون اغيير وتغو فيزيتي. الحلويات المعسله كانت بقلاوه بلا بات اللي نعرفوها كامل ايتو، لكن كنا نديروها اون بات غريك اللي نقولوا عليها كوم سي اون بات فويتي هي، لكن راح تكون فيها نفس الطريقه تاع البقلاوه اللي نخدموها عاديه، لكن هذيك لا بات فويتي اللي راح في الاخر تكون معسله ومليحه في البنه تاعها، سهل التحضير، مي المشكل تاعها انها ما تداينش بزاف. خفيفه لا بات، تكون خفيفه مي لازم دو تخوا جور تكونسوميها، ما تقعدش كيما البقلاوه العاديه تاعنا اللي تقعد حتى ل 15 جور يعني لاباس عليها. فوالا. اسماء، بما انك تخدمين الافراح والاعراس، وطبعا الحاجه اللي تميز الافراح والاعراس هي الحلويات، واش راكي تشوفي الان بما انك واش راكي تشوفي الناس مازال محافظين على حلويات زمان ولا هذا الشيء اللي تقول غوفيزيتي هذه جديده؟ اكيد شوف هما راهم يتطوروا اكيد في الحلويات وغير هكذا، صح فيزيت كامل لي جاتو، بصح دائما دائما تصيب انه نعاودوا نولوا كما قالت نوال للاصل. يعني الا كان مقروط على اصله بيان سيغ، مقروط العسل على اصله كما كان مقروط الكوشه الى اخره، ولكن كما نقولوا احنا مثلا مقروط العسل هو سلطان الميضه. دونك تصيبوا تصيبوا من اساسيات الحلوه اللي يعملوها في الافراح، ولكن تلقى اربع الوان تقاليدنا يعني اللي ما تمسوش، ومن بعد نبداو نشوفوا الانواع الاخرى اللي هي ايضا جميله جدا. صح كاين لذيذه يعني. نعم اكيد، وكاين حاجات ما نقدرش نستغنى عليها في رمضان كما القطايف اللي عملته السيده ناديه جاتو من البير اللي معانا، ما نقدرش نستغنى على القطايف ولا على قلب اللوز. أكيد. الصامصة، كاين حاجات اللي فريمون يعني لازم يكونوا في رمضان او يبينوا لنا حلاوه رمضان. تربينا هكذا وتقاليدنا هكذا واحلى تقاليدنا. سيده فاتحه، باش تميزي انت؟ انا نسي توجور نقعد في كيما تقول في لاباز تراديسيونيل، منين داك نديرو دي روتوج بوغ حضاره كيما رانا نقولو، وانا ماذا بينا نقعدو في الاصل. على كل حال الحلويات تاعك انا نشوفوا فيهم متميزه، تبقاي معنا في هذه السهره، راح نعرضوك للسحور، لكن انت ايضا جبتي لنا السحور راح نتكلموا عليه في وقته ان شاء الله. سيده فاتحه كل نجاح والتوفيق ان شاء الله، شرفتينا ورمضان كريم. يسلمك وشرف ليا نكون معكم في هذه السهره، وصحه رمضانكم وتصوموا بالصحه ولهنا ان شاء الله. بقوا معنا اعزائي المشاهدين، لازالت عده فقرات وعده مفاجات في مسك السحور. نواصل دائما سهرتنا مع ضيوفنا، ضيوف هذه السهرة وضيوف هذا البرنامج. ضيفنا الليلة هو ضيف خفيف، كيف لا ما يكونش خفيف، وهو صاحب برنامج ضيف خفيف في قناة الشباب وقناة الأسرة الجزائر أنوان. أسعد كثيرا باش يكون معنا هو ضيف خفيف، وهو مطرب أيضا متميز، راح نسمع صوته، راح نتعرف على البرنامج تاعو خلال هذا الشهر رمضان من خلال هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بشهاب. مرحبا شهاب، رمضان كريم، كضيف خفيف تفضل. مرحبا شهاب. السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم سيدة نوال، صحة فطورك أسماء الفنانة، سعيد جدا بوجودك وجودي معك الليلة اليوم في هذا. وأنا أسعد شهاب، وطبعا مشاهدين قناة الجزائر أنوان نقول لهم صحة رمضانكم وكل عام وأنتم بخير. صعب جدا أن منشط يحاور منشط واحد آخر. صعب جدا ولكن ليس على مورد زيرو. نبدأ من ضيف خفيف، عرفنا على ضيف خفيف اللي راحين اللي عم يتابعوا فيها وبدا في القناه وراحين طيلة شهر رمضان، عرفنا على البرنامج عن محتوى البرنامج، واهم يعني ما تقدرش تذكرنا كان، لكن اهم مش اهم يعني الناس اللي تذكر مروا معك في البرنامج. طبعا اللي كانوا يتابعوا قناه جزائر انوان قناه شباب والعائله كانوا تعرفوا عليا
الموسم الماضي طبعا، واني في الموسم الثاني موسم ضيف خفيف بعد النجاح اللي لقاه في خلال الموسم الاول الحمد لله، والحمد لله في شهر الفضيل السنه الماضيه هذا العام عاودنا ولينا ورجعنا في قناه جزائر انوان في هذا البرنامج. طبعا ريحنا في الميم كونسيبت يعني في نفس غيرنا فقط المكان، وكاين ضيوف جدد يمثلوا جميع المجالات سواء الفنانين في مجال التمثيل ولا في مجال الغناء او حتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ليوتيوبر ولا يعني المؤثرين. على كل حال كاين لمسه جديده في البرنامج مقارنه بالموسم اللي فات. طبعا هو اي برنامج لازم باش يبان يعني تفرق بين المواسم، لازم دائما تكون هناك لمسات اضافيه او يعني جديد، لانه يعني برنامج ما فيش جديد يولي برنامج يعني راك تعاود في نفس الفكره. هاد السنه رجعنا لقاعه مولاي السلطان هنا في عين نجا. مولاي السلطان هذا المكان الجميل اللي رانا فيه، قاعة أفراح بعين نجا والمناسبات، وأنا دائما ننصح العائلات الجزائرية أنها تجي يعني تقيم هذه الأفراح وراح تلقى كل الترحاب، وطبعا طاقم جد محترف في خدمتهم خيرنا هذا المكان. وطبعا كان شوية إضافات أكيد والمشاهد يكون تعرف عليها وراح يتعرف عليها خلال الموسم. شهاب صديقي كل نجاح والتوفيق نتمناه لك، لكن ما نقدروش تكون معنا هنا كمنشط فقط، لابد باش تكون أيضا كمغني. وصعيبة أنه أن يكون منشط في حضرتك ومغني في فنانة كبيرة اللي حضرة معنا اليوم أسماء جرمون. أنا سعيد جدا بتواجد معنا. وأنا أسعد شهاب. الله يخليك. نوال تفضلي. الأخ تاني الصديق شهاب هو مغني وهو منشط بقناة الجزائر عنوان، وكذلك عضو الجمعية الوطنية للتراث الحرث للأيادي الذهبية وفعال. يعني هذا شرف كبير أن يكون تحت رئاسة سيدة نوال ويحيى. طبعا تنشط في مجال الجمعوي، وطبعا نشاط الجمعية مش سهل، يعني هو كامل طاقات وعندها طاقات شبانية يعملوا معنا ومتكاتفين يد في اليد، وهذا شيء فرح يعني، وهذا ما نتمناه. شكرا لك، كل توفيق، رمضان كريم، ويلا متعنا بصوتك واغانيك. شكرا. تفضل. حرمت بيك نعسي يا أميرة الريام، وبحت بك نسي وصرت لك هنا، هكذا هو الجمال في بلادي، هذه الأناقة وهذا الجمال وهذه التحف من صنع بلادي ومن طرف المصمم يزيد الحاضر معنا. تحت تصفيقاتكم نستقبل يزيد. يزيد مرحب بيزيد. مرحبا بك يزيد، رمضان كريم، كل عام بخير، تفضل. يلا مرحبا، نعطوك الميكروفون. اذا اعزائي المشاهدين، كما كنتوا تشوفوا العرض الاول والعرض الثاني هذا دائما من صنع بلادي ومن طرف المصمم يزيد الحاضر معنا. صحة فطوركم. الله يسلمك. صحة رمضانكم، كل عام انتم بخير. الله يسلمك. فريمون عجبني الحال، الله يبارك. قاعدة هذا الحال هذا اللي عجبك، كاين اللمسات تاعك، كاين الأناقة الحاضرة معنا والأشياء الجميلة اللي جبتها لنا. نبدأ من الأول، حضرت ملي بدا الحفل والسهرة فريمون عجبتني مليح بزاف زاد شبحتها السيدة. طول عمرك. شكرا سيدة. طول عمرك. إن شاء الله لا بروشان فوا نلبسوك حنايا. بإذن الله بإذن الله. حاجة طبعا ما نجحش نتكلم على اعمالك معروفه وتحفتك، حبيت نتكلم على الحدث اللي صرا تقريبا عنده 20 يوم ولا الالبسه التقليديه تاعنا او صنعه بلادي وصلت الى الولايات المتحده الامريكيه، هكذا؟ نعم. تفضل احكي لكم الاخبار. الاعلام حقنا الاخبار اكيد، الاعلام ما يتخباش عليه. هذا يونا يوليدي في الصيف، يعني في الصيف هذا اللي فات، كاينه جزائريه بحبوش نذكروا اسمها، نعم. هي يعني رئيسه التنظيم في الولايات المتحده،
كاين كل عام كاين مهرجان تقليدي في لباس تقليدي، هذا العام داروه في ملهاطن في ماريكان. الور قصدتنا حنا لابواط صناعة بلادي، اون في 18 توني 18 توني اون اي برسك لا بروميير بلاس الحمد لله. لا هي لا بروميير بلاس، الاعلام تاع الجزائر لا بروميير بلاس. مازال رانا نتباعثوا باش نشوفوا فريمون اكزاكت التيب تاع الاسبوع، مي لا سورس اوفيسيال اون اي لا بروميير بلاس في التقليدي الجزائري. طلع الاعلام والحمد لله، فرحنا بزاف بزاف سي مولاي. الجميل جدا ماشي مختص في حاجه واحده، ففي الشاوي، في القبائلي، في العاصمي، الفتله، المجبود. نعم، في كل مره نعمل نداء لكل المصممين ما نقعدوش، يعني ولا عندنا محل في الجزائر العاصمه نقعدوا في العاصمه. عندنا 58 ولايه، وصرت انا ما لحقتش 20% في الولايات باش يعني نغطي الباس التقليدي تاع كل ولايه. نروحي الولايه تاع السيده عندهم خمسه لي توني تراديسيونيل، دونك خمسه لي توني عندكم في الملحفه الشاوي، راني لحقت الخمسه لي موديل ان شاء الله. مازال نزيد راني نبحث مع لي ستيليست بيان سور، نبحثوا باش نزيدوا نلقاو دي توني واحد اخرين. خرجنا اي توني اللي عندها واقيلا 120 سنه، رانا راهي في الانجاز وتخرج ان شاء الله وتشوفوها. تحفه 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 بزاف بزاف. هكذا مراد نحافظ على تراثنا اكيد. هذا هو هدف البرنامج، تراث غني. علاش نعمل عرض الازياء في البرنامج والحلويات والتقليدات؟ باش نبقاو نحافظوا عليها للاجيال القادمه ان شاء الله. يزيد، شوف انت كستيليست طبعا، شوف اسماء وشوف نوال مثلا، وش هو اللباس اللي يخرج عليهم؟ انت كمصمم تجي لك اسماء تقول لك حابه نعمل لباس تقليدي، ولا السيده نوال تقول لك نحب لباس تقليدي، وكيفاش تشوفهم؟ اسماء ان شاء الله هذا اللباس الباس اللي راح نديرو الشاوي ملحفه الشاوي و جو بونس واش رادي سي لا تاي تاعها تلبسها لا بروشان فوا ونسميوها عليها ان شاء الله. ان شاء الله طول عمرك انا نشوف نسموها على عيسى الجرموني كما هضرتي من قبيل. انا عندي 63 سنه نتبعت عيسى الجرموني، وباذن الله نزوركم ونعمل حفل للذراري صغار في ملحفه الشاوي ثم عندكم ان شاء الله. الولايه نتاعكم والسيده نوال باش نصحها واش لبست نوال؟ تلبس تانيت سطايفي، تلبسي سطايفي يجيك مليح. جميل، هذه المرة إن شاء الله بدات ليها سطايفي جديدة، باسكو ما تنساوش الصيف ماشي غير في هذيك البابيون صدر بابيون نو ولا ستيك هنا، لا سطايفي وفيه تراث، فيه تراث ما فيه مام ليزار يتشبه تاع الشاوية. تعرفي ليزار سطايفي؟ حابة نشوفه معاك. يعطيك الصحة إن شاء الله تشوفوه في الصيف هذا. كاين حفل ان شاء الله نعرفكم كامل ان شاء الله، تشوفوا الباس التقليدي الجزائري. بارك الله فيك يا زيد على كل هالتحف اللي جبتها لنا، انك نورت لنا البلاطو. راح نتلاقى بك ربما في عدد اخر ان شاء الله باش نشوفوا لباس الاطفال اللي راك تحضر فيه. بالنسبه يعني هو محسن، هو من الناس اللي تعمل خير باش يعمل. هو ما يحبش نتكلم على هذا الشيء، لكن معليش انا علاش نتكلم على هذه الاعمال؟ باش نحفز ناس دير كيما انت مثلا. هو في ليله 27 او ليله النص لما يختموا الدراري، هو دائما يهدي مجموعه ديال الناس. في 20 سنه، 20 راني 21 سنه مش نتكلم. نعم. نقول باش نحفز الناس يعملوا كيما انت. بارك الله فيك سي يزيد، كلمه قبل ما نختم هذا اللقاء. كلمه هذه شابه اللي ختمنا بها، يعني باش بالك كاين ناس ما تولهوش. كاين ناس مخصوصين بزاف بزاف، كاين بلديات ما قعدوش غير في العاصمه. كما هذا العام درت تغطيه في العاصمه، درت في تلمسان، درت في قسنطينه. ان شاء الله نروحوا لبيتنا، كاين الناس يعني اي مكان من الجزائر هو جزائري. خدم لوليدو كبيره وما نخبيش عليك، ما تسقمش بزاف لا توني تاع الطهاره فيها بابوش، وتفرح بها، تفرح بها، تفرح بها، تشوف لي بارون، لي بارون يفرحوا اكثر من الدراري. اكيد قيمتها المعروفه لما يفرح لك وليدك. وشنو الفرحه اللي تباهي انك شفت فرح وليدك؟ خدمنا باب الواد واقيلا خدمنا اكثر من 50 طفل ما شاء الله. ما تقدرش تنشط مراد ولا الجماعه طاحت له كي شفنا هذوك البارون يضحكوا وبعد ولاو فرحانين
السادة هنا كانت حاضرة، السيدة كانوا حاضرين. هذه نداء، هذا إخصاء جميل جدا، جميل جدا. بإذن الله، بإذن الله هذا العام فيها هذه أوفيسيال مو عندي 35 طفل في بلدية واد قريش في الجزائر العاصمة. ككل مرة يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. هذه المرة يعرضني ونعرضه أكيد بإذن الله. بارك الله فيك يا زيد، شكرا. وحاب نحيو فريد وليدك اللي جا وتعب معنا. ابراهيم ورينا فريد ما يحبش الكاميرا، لكن هو من جنود الخفاء اللي فعلا. بارك الله فيك فريد، يعطيك الصحة، شكرا، وربي يوفقك دائما ان شاء الله. العفو. هكذا هو البرنامج سيداتي أنساتي سادتي. صحيح أن رمضان هو للتوبة والغفران، هو للصيام، هو للعبادة، هو أيضا للأعمال الخيرية. سهراتكم ممتعة سيداتي أنساتي سادتي، لحظات قليلة ونعود إلى مسك السحور. سهرتنا دائما تحلى بوجودكم ودائما بمتابعة قناتنا. ضيفة الشرف لهذه السهرة أسماء جرمون حاضرة معنا بقوة، أغنية محبوبة ومطلوبة من طرف الجميع راح تقدمها لنا الفنانة أسماء جرمون تحت تصفيقاتكم. أعطونا تصفيق على أسماء. أنا حسبتك حجرة المرجع، أنا سبتك حجرة المرجع. يا يخدموا بيك، اه يا عمري بيك البرايم، صار انت حجرة الوداع. يا عفسوا علي هي عمري عليك البهايم، أكرمكم الله وتعيا وتندم، تعيا وتندم، تعيا وتندم، ودق بك الحال جيني تقول لي يندم في أول فات الوقت خلاص. خلاص راح الخلاص، كنت نعزك ونبرك عمري ما كانش مثلك، كنت نموت عليك أنا نموت عليك، حملت بالك وساها ما كانش ليك في حبك، ويعشق فيك أنا يا نعشق ليك. شوف رايك ويني وصلت خلاص.
وتعيا وتندى تعيا وتندى تعيا وتندى ودق بك الحال جيني تقول لي اندمت يا اسمع فات وقت خلاص راح وقت خلاص خلاص راح الوقت والله يا عمري يا
يقولوا خويا عشيق ويا لا 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 يقولوا عمري عشيق ويا لا 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 يقولوا عمري عشيق ويا لا 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 وعطوني تبدويلة ويا لا 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 يقولوا خويا عشيق ويا لا 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 يقولوا عمري عشيق عفاكم الله طبعا اسماء انت مثل الجوهر والالماس كل ما يقدم كل ما تزيدي جمال واناقه في الصوت وفي الاداء بارك الله فيك اتحفتينا ككل مره وشرفتينا بحضورك هذه هديه بسيطه من البرنامج من مسك السحور وقناه الجزائر انوان كي تروحي للدار فتحيها ياك طبعا على حضورك معنا وعلى تشرفتينا في اول عدد ان شاء الله نربحوا عليك بالعكس مراد نحب نقول لك كلمه يعني بامانه انه اكيد انه انا تشرفت بحضوري في الحصه هذه الجميله نتمنى لها طول العمر يا رب و يعني ويكونوا مواسم مواسم نقول لك اجمل شيء لي انا هو انه عاود تلاقيت مع مراد زيروني في حصه مستوى وجمال من مجاميعه يعني انا كفنانه تشرفت اقول لك شكرا مراد للامانه مراد هو اول من كان معايا في بداياتي شكرا ليك العفو دائما وابدا وطبعا المستوى هذا والنجاح لا ينتمي الي وانما ينتمي الى فريق كما راكي تشوفي فيه فريق أكيد. بقياده سي ابراهيم طبعا ونوال فعلا فريق في المستوى ما ناش في نهاية الحصة مازال لأننا وعدناكم بالسحور ابقوا معنا إلى مائدة السحور في مسك السحور مسك السحور تفضلي شكرا أطربتينا شكرا حبيبتي طول عمرك الله يحفظك خليتنا والمسي ما نورتينا كما نورتنا الضيفة تاعنا اللي شفتوا العرض أزياء كان ما شاء الله كانت لي تونو تراديسيونيل يعني متقونة وكانت لمسة تاع المكياج وتاع التسريحة اللي دارتها لنا ضيفتنا اليوم عزيزة اللي أم من بجراح يعطيك صحة الله يسلمك وشكرا على الاستضافة هذه وصحة فطوركم وصحة رمضانكم كاع كل الأمة الإسلامية وينعاد علينا بصحة ولهنا إن شاء الله بالنسبة للتسريحة دوكا ما راناش نبازيو الكثرة على الشعر الشعر رانا نديرو الويفي رانا نديرو اونديلي لا اصطناعي شعر اصطناعي لا لا شعر طبيعي طبيعي دوكا راهم البنات راهم يطولوا شعرهم ماشي كيما كنا نستعملوا الشعر الاصطناعي دوك استغنينا عليه والميك اب انا نبازي الكثرة نخلي الملامح تاع المرأة ما نحبش نغير كاع الملامح تاع المراه بيان سور نزيد لها الجمال وشو التوندونس الالوان تاع 23 لا توندونس راهي في البلون في النيود في البيرلا فوالا وبما اننا طبعا بلدنا احنا بلد مسلم وكاين بزاف المحجبات الان حتى الحلاقات عادوا هما يعملوا الحجاب للمراه يعني انا نديروا لها المايك اب هذا حبيت انا على الخدمات ها الصحه كان يسلمك بلا مزيان انتي الله يبارك الله يحفظك لي الشرف اللي طول عمرك الله يكبر شانك ونشفى اسماء بدايات يعني لا توندونس كي بدات تاع الخمار باش يمدوا له هذيك لا فورم اي تو كانت هي من الاوائل هي يكون زعما نشقى عليه وعندك السراس شي هذوك لا دوك جاتنا عرفتي علاش لا كاين عزيزه جاتنا عزيز سيدة عزيزة شرفتينا يسلمك لي شرف بارك الله فيكم على هذه الدعوة ونحب نشكر برك الزوج تاعي اللي واقف معايا في هذا المشوار راك عارف ماشي حاجة واللي سهلة اللي شافونا حبوا يجوا لعندك وين يسيبوك؟ في بشر راح قريب من المترو تعالوا تذكروا بالصالون صالون الي ام صالون دو بوتي الي ام نعم فوالا فوالا سميتو على ولادي لؤي ومعاد ربي يشدهم لك الصالون مراد وحبيت ندير اضافه برك انه الحلاقه عزيزه تحصلت على لقب ليمان دور في
المهرجان الدولي اللي اقيم غير كيما في السات، وكان عرض ازياء وشاركت فيه، يعني يعطيك الصحه تستحقي. بلا مزيان انت اللي عطيتينا هذه الفرصه باش نشاركوا باش نبانوا بيان سور. يعطيك صحيحتك وربي يخليك ان شاء الله. شكرا، احنا نشكرك على حضورك وان شاء الله نلقاك في اعداد اخرى ومناسبات اخرى. ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. يسلمك. نذكر دائما ان البرنامج هو دائما يحافظ على العادات والتقاليد الجزائريه بصفه عامه، ايضا يحافظ على النكهه الجزائريه. رمضان الكريم، قلنا في اول عدد تكلمنا على الطفل لما يصوم اول مره وش يعمل، كانت ذكرت لنا السيده ليندا في بدايه البرنامج الطقوس اللي يعملوها للطفل لما يصوم لاول مره. كاين ايضا عاده اخرى حنتكلموا عليها في العداد القادمه من مسك السحور، هي كثير من الناس يحبوا يطهروا اولادهم في رمضان المبارك، سواء ليله النص ولا ليله 27 ولا في رمضان بصفه عامه. ودائما طهاره الطفل لازم تكون حاضره الحنه اللي هي من عاداتنا وتقاليدنا. بسم الله يبدا البديع، والله انت يا ابليس ما تحضر في عادي. I'm not afraid.
تسحروا ففي السحور بركة. ووصلنا إلى مسك السحور، وصلنا إلى الطاولة اللي تجمع العائلة أو تجمع الأسرة الجزائرية، وصلنا إلى السحور، وبه أكيد راح نختم هذه السهرة. لكن قبل ذلك راح نتعرف على السحور، لأن السحور يختلف من ولاية إلى ولاية، من أسرة إلى أسرة، وربما أيضا من شخص إلى شخص. نتواجد الآن نوال، نتواجد في قاعة الأفراح، مولاي سلطان، مولاي سلطان بعيد النهجة، وهذا الشيك مابل دراليا اللي يعطيه الصحة، اللي قام بهذا الديكور. وهذا سحور حضرتونا السيدة نورة هني، مرحبا بك سيدة نورة، وشكرا، رمضان كريم. الله يسلمك، صحة رمضانكم، ووجدت لكم اليوم سحور. هذا السحور المعترف به يعني تقريبا أغلبية الجزائريين تسحروا هكذا، اللي هو طبعا فولو جلبانة، اللي يحب فولو جلبانة، زبيب زبيب فقط، نعم زبيب وبسكر، هذا سادة، كاين اللي يحبوا بالسكر يعني بحتى حاجة، نعم بالسكر، وكاين اللي يحبوا بجلبانة وحدة. ولما ما نكونوش في، لما يطيح رمضان وما نكونوش في موسم الجلبانة كيفاش؟ كاين زبيب، كاين زبيب، وكاين وكاين السفة، السفة هذه حاجة واحدة أخرى، هذه السفة سيدة فاتحة، نعاودو سيدة فاتحة، أنت عملت لنا السفة، السفة ممكن تسحر بها أيضا؟ وي باسكو هذه فيها المكسرات، فيها السكر، فيها الزبدة، أختي خفيفة، ونديرها شوية عسيلة ولا عسل، فوالا يسحروا بها. جميل، سحور أيضا عندنا المحلبي، كاين مختلف المحلبي، هذا تاعك سيدة نورة، هذا سيدة نورة، احكي لنا على المحلبي اللي درتيه أنت، واش فيه؟ فيه اسمه لا بودغ تاع الروز، تاع الروز، فيه الحليب، ايه، وفيه القرفة، البزار والقرفة، ايه، تاع ديكوراسيون. كاين محلبي اخر اللي يعطيني هذاك، تفضلي، هذا تاع السيدة فاتحة، هل يختلف محلبي تاع السيدة فاتحة على السيدة نورة؟ ماشي كيف، ايه تفضلي، يختلف في الطريقة برك، فيه الروز، مي الروز هنا ماشي مطحون، فوالا يبقى حب، بكري ما كانوش يطحنوه، كانوش يديروا محلبي، كان حب نفس الطريقه في الحليب، شويه ما زهر، هنا زدت له الكراميل. ايضا خلي السيده نوره، جانبا المسفوف هذا يكون متبوع باللبن، كما البن، هذا رايب، هذا البن، نعم البن، وممكن ايضا بالزيت، انا نشوف الزيت هنا، زيت تاع الزيتون، كاين اللي يحبوه بزيت الزيتون، كاين اللي يحبوه ب، اذا طبعا الطعام كل واحد كيفاش يرافقه، كاين اللي باللبن، كاين اللي بالرايب، وكما قلنا بالزيت ايضا، كاين اللي يدير بالسمن، زبده، كاين اللي بالسكر كما قلتي، ماشي غير هكا، مام كاين اللي ما يصحروش كاع بالطعام، لا بهذا، عطيني البريوش، هذا البريوش اللي عملتيه هنا في الصحون، ايه فوالا البريوش، كاين اللي يحب البريوش بالقهوة، هاوليك البريوش، قهوة حليب، قهوة حليب بالبريوش، حنا تاع قهوة حليب، كما ثاني قهوة حليب بالبريوش، ها الشباب، فوالا قهوة حليب بالبريوش، ايه احكي لنا على البريوش، كيفاش؟ كاين اللي يحبوا الفلون، كاين، لا دوكا حنا نتكلموا على الاساسيات، الاساسيات يعني شوف اساسيه كاع، اساسيات مراد الفلون قبل انا نحبوا مر، نحبوا مر، اسما انت مثلا باش تسحري، انا سد، انا هادو ما كامل كل خضره واش ندير، يعني تقدر تقول حتى السفه، حتى ديبون، بصح يقعد توجور الطعام يعني هو الاساس. سيده ناديه انت باش تسحري؟ نسحر بالطعام، نسحر بالطعام، بالجلبانه ولا بالزبيب، بس يعني المهم طعام. شوفوا منطقه، الله يسلمك، منطقه القبائل يزيد، باش تسحر انت؟ كيف كيفكم دابيتيدكم لي زاجيغون نورمالمون، واش الطعام طعام ماشي لي زاجيغون، يعني تقريبا كل الجزائريين طعام نوال، احنا قهوه حليب، ايه قهوه حليب تقريبا، ايه فوالا سي سا. شهاب، انا حليب وبريوش، فوالا تقريبا. شباب انتم واش تسحروا اون جينيرال؟ ها طعام كامل، طعام بورتون لي جين ما يحبوش طعام بزاف، ها على كل حال شهيناكم الجنه ان شاء الله. هذه هي طاولة السحور تاع مسك السحور لهذه السهره. شكرا لكل من حضرنا،
شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا عبر قناة الجزائر أنوان، شكرا لكل ضيوفي اللي نوروني وشرفوني، شكرا للفريق التقني الذي رافقنا، شكرا للفرقة الموسيقية، شكرا للعارضات والعارضين، شكرا لكل من ساهم معنا. نلقاكم في عدد آخر. شكرا لكم جميعا، تسحروا ففي السحور بركة، ليلتكم سعيدة، تصبحون على خير، وإلى اللقاء.